الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء مكملين مع حضراتكم في الاحكام التي وردت في القران الكريم الخاصه بالفقه يعني كل الاحكام الفقهيه التي وردت وبينتها السنه وشرحتها ووضحتها اكثر السنه والاحاديث الشريفه احنا وصلنا لاحكام الطهاره الطهاره بقى تشمل الطهاره لاغتسال الوضوء ايه تاني الطهارة التيمم كل دي تندرج تحت بند او اسم احكام الطهاره نسال فيها فضيله الشيخ احمد الصباغ زي حضرتك الله فضلك يا فندم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء مرحبا بكم في برنامج اسال مع دعاء وصلي على الحبيب قلبك طيب ورمضان كريم جميل الطهاره الاسلام كله دين طهاره أزبط. الاسلام كله دين نظافه مم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ان الله جميل يحب الجمال يحب الجمال وشوفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطره مم. تقليم الاظافر ونتف الابط والاستحداد وإلى الى اخر الامور دي كلها دي الامور دي كلها ايه؟ نظافه ظاهريه للبدن مم. بس الاهم منها النظافه والطهاره الداخليه مم. طهاره القلب طب القران تعرض للطهاره في اكثر من موقف وقال يا فندم مم. عندنا من المواقف الجميله جدا في سوره البقره ويسالونك عن المحيض قل, قل هو أذى. اذى فاعتزلوا هو اذى لمين يا فندم اذى للذي يقرب المراه وليس مم. اذى للمراه مم. لان الطب الحديث اثبت ان ده مفيد طبيا للمراه مم. والمراه اللي يحصل فيها عندها مشكله او اضطراب يبقى عندها مشكله طبيه يعني مم. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى مم. فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزال اعزكم الله معاشره وجماع فقط مم. لان زمان كان اعتزال كل يعني لا. ولا تقربوهن حتى يطهرن, يطهرن. اد الطهاره مم. مم. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله مم. الله على القاعده الجميله العظيمه القرانيه ركزوا فيه إن الله يحب الم... التوابين, التوابين والمتطهرين ويحب المتطهرين الآية كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آدي, أدي طهارة وأدي نظافة وأدي جمال الله يعني ده معناه معلش عشان احنا في رمضان برضه معناه اعتزال المرأة إزاي أقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل إزاي عشان الشيء بالشيء يذكر بسرعة يعني إن ستنا عائشة بتقول لك كنت وأنا حائض أتعرك اللحم يعني أتعرك بالكاف يعني امضغ حته اللحمه أخذ حته لحمه من العظمه كده سيدنا النبي يجي واخد العظمه مني واكل بعدية وكان كنت ارجل شعره وانا حائض سيدنا وقال النبي لها حيضتك ليست في يدك ايوه في يدك الله يفتح عليك تقدم له حاجه أينا. بايديها أينا. فقالت له انا حائض قال لها حيضتك ليست في يدك الله الله يفتح اللي بعد الايه اللي بعدها بقى آه قال الله تعالى مم. لمسجد لمسجد اسس على التقوى اه اه من المسجد. اول يوم آه. خليك معايا بقى زم زمي ماشي <applause> لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه مم. فيه رجال يحبون اي يتطهروا والله يحب التو... والله يحب المطه... ان الله يحب والله يحب المطهرين الايه دي نزلت في مين يا فندم في مسجد 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 قباء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الايه ديت ذهب لاهل قباء وقال لهم م. الله عز وجل يمدح فيكم طهارتكم م. فماذا تفعلون م. ما كانش عندهم بقى في الاول أستاذ دعاء كانش عندهم استنجاء ولا قضاء حاجه بالميه م. كان في حاجه اسمها الاستجمار الاستجمار كانوا اعزاكم الله بيستنجوا لا حرج في الدين بالحجاره فدول بدأوا يغتسلوا بالميه فمدحهم الله مم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا او بسبب هذا مدحكم الله مم. فيه رجال يحبون أي ان يتطهروا, يتطهروا والله يحب المتطهرين اية يعني تاني مره ربنا سبحانه وتعالى يقول الله يحب المتطهرين المطهر هنا المتطهرين اه هناك المتطهرين المتطهرين وهنا المتطهرين تمام نعم. طب في كمان نقطه شوف ربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا النبي بالطهاره مم. والجمال والنظافه مم. يا ايها المدثر مم. قم فانذر وربك فكبر, فكبر وثيابك, وثيابك فطهر اه هو سبحان الله ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ديننا دين نظافه لدرجه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اماطه الاذى عن الطريق صدقه مش دي صحيح. مش دي نظافه اتفضل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا أيوه. الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان, وإن كنتم, كنتم مرضى, مرضى او على سفر او, على سفر أو جاء, سفر جاء احد منكم من, من الغائط, من الغائط من. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيم فتيمموا أيوه صعيدا مع. طيبا فامسحوا من, من ضمن الطهارات بقى الايه جمعت لنا من ضمن الطهارات يا فندم دي ايه آه جامعه كبيره اه جامعه اه طبعا امال ايه ايه فقهيه ثقيله دي خذي بالك بقى من ضمن الطهارات المستنبطه من القران الوضوء الاغتسال التيمم التيمم آه. الله ال الوضوء وسبحان الله ال ال الجمال كله الوضوء يعني طهارة نفسية قلبية قبل ما يكون طهارة حسية مم. والوضوء سيدنا النبي يقول وضوء على وضوء نور على نور مم. ومن قمة النظافة في الوضوء إن سيدنا النبي في الصلاة والوضوء يدعونا للنظافة ويقول إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مم. بإيه بالسواك طب والسواك طهارة سيدنا النبي في مم. روايه ثانيه يقول السواك مطهره للفم مرضاه للرب السواك مطهره للفم مرضاه للرب طب الوضوء اعزكم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اعرف امتي يوم القيامه ياتون غرا محجلين من اثار من اثار الوضوء طب الأقوى منه الاغتسال. طب واللي بعد كده ما فيش ميه خالص بقى او التيم. في ميه وانا عاجز طيب. التيمم <applause> طب انا هاخد بس الايه كده سريعا يعني لا تقرؤوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني لو الواحد كان سكران ايوه وان دخل خد دش نعم وفاق وتوضى وصلى تمام لو عقله حاضر حتى تعلموا أو ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون نعم. طيب ادي دي اول واحده ولا جنبا الا عابري سبيل يعني طيب بص يا فندم لا تقربوا الصلاه العلماء قالوا مقصود بالصلاه هنا مش الصلاه نفسها ده مقصود بها لا تقربوا المساجد مم. ركزي ولا ولا الكلام كده واضح مم. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يعني لا تقربوا المساجد ولا تدخلوها وانتم سكارى الصلاه والمسجد ماشي هقول لك هقول لك ليه ليه التفسير قال مسجد هنا ليه بقى ولا جنبا اللي عليه جنابه سواء المراه حيض او نفاس او اعزكم الله نزول ما يستدعي الاغتسال او بعد العلاقه الحميمه الا عابري سبيل يعني ايه ولا جير عابري سبيل آه يعني اللي عليه جنابه ما يدخلش المسجد الا مضطر جدا يعمل حاجه معدي منه يجيب حاجه منه انما ما يخش عابر عابر حتى نقول ده عابر ايه ولا السبيل. جنبا الا عبير سبيل حتى تغتسلوا اه تمام كده عرفت بقى مم. التفسير بتاع لا تقربوا الصلاه هي المسجد ليه كده ولا مم. جنبا الا عبير سبيل وضحت حتى تغتسلوا تمام تغتسلوا بمعنى الحمى يعني آه الاستحمام اه الاستحمام. الاستحمام اي نعم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط الغائط ده اللي الغائط اللي هو كانوا زمان بيستخزوا من الله اسمها الكنف او الحمامات او بلغه العصر التواليت او دوره آه المياه ما كانش فيه دورات ميه او حمامات جوه البيوت آه كان بتبقى آه بعيد أو في الجبال يعني دي بديل بديل يعني حمام الغائط ليه بقى يا فندم مم بيروحوا مكان غويط يعملوا فيه قضاء الحاجة طيب تمام يعني الغائط دي يعني الحمام, آه من دلوقتي, الحمام بلغتنا آه يعني دلوقتي او لمستم النساء لمستم دي بمعنى عمل معاها علاقه أيوة ولا مجرد القر لمس القران كتاب ادب القران دايما يتكلم عن العلاقه الحميمه باللمس او مم. بالتلامس او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني قصده علاقة, بال... علاقة, علاقه زوجيه أي مش, نعم. مش سلام او لا مش خبط فيها او كده نعم. طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ايه يعني صعيدا طيبا يعني... تيمموا ترابا طاهرا طب سمي التراب صعيدا طيبا ليه لان الصعيد اللي هو صاعد على وجه الارض صاعد حتى بنسمي صعيد مصر لانه فوق اعزكم الله فكلمة صعيدا طيبا يعني ترابا طاهرا وسمي التراب صعيد عشان هو صاعد على وجه الارض مم. والتيمم بكل ما يمت للارض بصله تراب آه، رمل آه، اي شيء اي طيب. شيء يمت للارض. طيب التيمم يكون ازاي؟ كلمة ونص مم. كلمة وايه؟ ونص بس امتى يا فندم اتيمم؟ لما ما يبقاش فيه ميه خالص او او شرطين. مريض ونام على سريره وممنوع اح يجي احفظ عليه. لي بقى احفظها التيمم عند فقد الماء آه. او فقد القدرة على استعمال الماء. حلوة عمميها بقى. أوه. يعني يا اما الميه مش موجوده. اه. يا اما نايم و... يا اما موجوده الميه بس وانا هادل. المشكله عندنا أوه. زي ما عزكم الله المحروق زي واحد عنده مشكله يقول لك ممنوع الميه طب اتيمم ازاي؟ أوه. بكل بساطه خالص وده ب... 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 الاتفاق اضرب ضربه واحده في الارض كده بص التراب قدامي اهو ده او رمل. طب درب. ما عندناش ما عندناش رمل. رمل تراب على الجدار لو على الحصير لو على السجاده اي حاجه فيها ريحه تراب. حد كان قايل هاتي زلطه ولا ولا بتاع اي يعني. حاجه يا فندم اي حاجه تمت الارض بصله م. بس هو ربنا لما قال صعيدا طيبا م. يبقى مش حاجه مش حاجه جامده ما اجيبش حجاره جامده مش زلطه جامده الا ان لم يكن ما فيش غيرها بقى كده كلام واحده نايمه على السرير كان في صديقه كانت عامله عمليه في ظهرها ولازم تنام على السرير ما بنجيب لها بقى ديت؟ صينيه فيها شويه رمل أو شطره بس ما هو قالوا لها هاتي هاتي حجرة من الشارع ولا وما وماش. من لا يمكن اللي وسعها مفيش مشكلة آه. مفيش مشكلة بس آه. أنا شايف إن شويه الرمل في الصينية مش قصة الموضوع بسيط مم. طب أعمل إزاي التيمم بقى يا فندم ضربت ضربت أو أنا أقول إيه نعمل إيدي كده على التراب أو على الرمل أو على الحاجة اللي هي عليه إيه لدرجة عارفة الجدار بتاع زمان كنا ممكن نعمل عليه كده اللي هو آه. الني أو ده برضه يمت إلى الأرض فكنا نعمل كده الجدار بتاعنا الـ بتاع, بتاع, الـ بتاع اللبن بتاع اللبن, آه. اللبن اه انما الطوب مش اللبن مش م... مش الحيطه عميزة. مش الحيطه بتاعتنا لا هنقول بقول على على الجدار بتاع الفلاحين بتاع زمان اللي كان مبني بالطوب اللبن أه. فاخبط عليه واقوم عامل بايدي كده لا لا استنوني استنوني أه. بس كده ومن السنه ان انا اعمل كده عشان لو عليه حاجات ايه شوفي 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 سيدنا النبي او او ممكن اعمل كده انما ما اجيش كده واجي اعمل ازاي بقى يا فندم اجي ماسح وجهي واجي وجه اعمل ايدي كده بس خلاص بس تبقى ايدي مطربه واحطها على وشي ما يا فندم ما بص يا فندم انا آه. انا بعمل التراب اهو ما باخدش تراب احطه على وشي ده انا يا دوب بص التراب معايا وبعمل كده مم. بص بص كده ازاي مم. واعمل السنه ايه مم. انا نفخت إيه؟ وتقوم... واعمل كده بص بص كده بص اعمل كده تمام وانتم حاطط على ايه على وشي, على وشي وعلى ايه فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرض. بس في راي قال لك لما ده المرافق ده في الوضوء ده في الوضوء اهي بعضهم وضوء. قال الى الى هنا بعضهم قال الى هنا لكن الراجح الكف بس طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى واحدة المرافق واحده واحده بقى دي ايه الوضوء عشان عندنا قولي الوضوء. قولي جمله 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 فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم وإدي. الى الصلاه او آه. ركن الصلاه الوضوء ال النيه اذا آه. قمتم الى الصلاه اه ده آه النيه واحد اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق غسل النهاراتي. الوجه اثنين ايه غسل الوجه مره ولا ثلاث مرات لا انا بقول لك دي الركن الركن الثاني بعد النيه أيوة إذا أيوة. قمتم أدنية ماشي أنا فاهمة إحنا دلوقتي ب... إحنا أي... بنتمضمض وبنعمل كده وبعدين بنغسل وشنا المضمضة والاستنشاق والاستنصار آه ده الأول آه تمام طيب بنغسل وشنا ثلاثة تلتة... ثلاث تلتة... مرات أقول لك الوضوء بسهولة بسرعة, بسرعة كده آه بص يا فندم وضوء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة وبكل سهولة جدا أنا بغسل إيدي كف إيدي ثلاث مرات الأول بالراحة أعزكم الله اتمضمض ثلاث مرات م. استنشق دخول الماء للداخل واستنسر ثلاث مرات م. اللي هو الخارج واغسل وجهي من منبت الشعر المعتاد لاسفل الزقل ومن الاذن الى الاذن ثلاث مرات بعد كده بغسل ذراعي لحد لحد المرفق ده اسمه مرفق مشكوع الدراع الذراع الثاني هكذا بعد كده بمسح بعض راسي او كل راسي بعد كده مسح الاذن مره واحده مره واحده الراس هنا مرة. مش مش ثابت وبعد كده الم... بقى الرجلين هنا مش ثابت في الـ في الـ في القرآن العدد، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتموني اه خدها كما رأيتموني اه يعني ثلاث مرات الوش وال وال ومرة واحدة تكفي إنما مرة واحدة الشعر يا فندم ومرة واحدة تكفي مش <applause> لازم ثلاثة التسليس التسليس تسليس الغسل في الوضوء سنة أنا دي أول مرة أنا فكراها ثلاث مرات لا لا ومرة واحدة تكفي طيب وارجلكم الى الكعبين الكعبين أيوة. اللي هم اللي هم مش الكعب بتاعنا اللي تحت اللي هم فوق اللي هي الحته اللي بارزه العظمتين, العظمتين اللي بارزه العظمتين الناتئتان دول طيب أوه. وان كنتم جنبا فطهروا اه بمعنى بغتسلوا. استحموا يعني أي نعم. وان كنتم مرضى او على سفر او برضه نفس الايه الثانيه نفس تاني بتتعاد ثاني بتتعاد ثاني اه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم منه بقى في كلمه كلمه منه هنا بقى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني اه من منه اه هي نفسها اتعاد الثاني اتعاد الثاني بالظبط منه هنا عائد يعني على ايه من التراب اه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج شفت بقى ولكن يريد ليطهركم وليطهركم أيوة. يطهركم وليتم نعمته عليكم نعم. لعلكم تشكرون الله يعني ربنا بيقول ايه انا مش يعني ربنا لا يريد علينا الحرج يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى فلا تشددوا على انفسكم حتى لا يشدد الله تعالى طيب. عليكم. القران الكريم لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه. لا يمسه الا المطهرون. هنا بقى نقطه سريعه نقف معها بقى. سريعه. بص يا فندم آه ربنا اتكلم في في سوره الـ الـ سوره الـ سوره الحقة على م. القران قال ايه انه لقران كريم. في كتاب مكنون القران الكريم في كتاب ايه مكنون, مكنون. لا بقاني. يمسه الا المطهرون. المطهرون العلماء في رايين هنا بقى مم. الراي الاول قال لك في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ مم. لا يمسه الا المطهرون الملائكه الملائكه الملائك. وراي قال لك لا لا يمسه المطهرون اللي هم اللي هم مش على جنابه ذلك في راي قال لك انا انا ست عليا حضو نفاس ذنب ايه اتحرم من المصحف مركزه انا على... بس هنا هنا الايه متحدد القران الفين في كتاب مكنون ايوه ما ده الراي ده محدده هي طب اقول لك ده الراي الارجح كمان يعني ما هو مش كل قران اللي بنمسكه في ايدينا ده في كتاب مكنون طب في على الموبايلات اه بالظبط بالز... الموضوع <applause> شكرا جزيلا فضيله الشيخ لأخير. احمد الصباغ عندنا فاصل قصير ونعود مشاهدينا مرة تانية في سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية أهلا بحضرتك معنا ويعني الآية فيها روائع القرآن الكريم يشأ يذهبكم أيها الناس برضو فيها انذار شديد ان يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم الملك ملك الله والكبرياء كبريائه والقدرة لله تبارك وتعالى. وهو الخالق. وهو الذي استخدمنا واستعملنا في الدنيا حينما خلقنا. واحنا الوحيدين القادرين على ان نزيد من هذا التواصل بيننا وبين الله ونحن القادرين على ان نحرم هذا الفضل من الله. ربنا خلقنا ادانا ارزاق، ادانا عطاء وقال ليكوا جزء وجزء من الجزء لهؤلاء المحتاجين في كل زمان ومكان. فإذا أنتم حافظتم عن هذا وكنتم عباد كرماء وزدتم في الخير أزيد لكم في الخير. مم. كل حاجة أصابها حاجة. اللي عند ربنا ما بيضيعش زي ما احنا ما بنقول. لكن حينما يرى الله أنكم قد بخلتم على المحتاجين وقد أعطاكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين مم. ويأتي بخلق آخرين يستخدمهم ويكونوا أفضل منكم. طب احنا عايزين ايه يعني؟ احنا محتاجين ايه يا رب؟ احنا محتاجين الرحمه، محتاجين من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا ويتقبلنا واحنا عباد ضعفاء الكبرياء لك يا يا الله والعظمه لك يا الله ما نحن الا يا رب عباد نسالك يا ربي ان تغفر لنا وأن تجعلنا من عتقائك في هذه الليلة ومن هذا الشهر الكريم يا رب, آمين العالمين. يا رب العالمين فقومنا وأعطنا حتى نعطي عبادك من كل ما أعطيتنا من خيرات رحلة المية في جمعية البر والتقوى المصرية بدأت بالأول بالترمبات وبعد كده نعم. عملوا زي أبار ووصلات البيوت وبعدين الموضوع تطور أنه بقى يعملوا محطات يحلوا بيها المية محطات كبيره ضخمه بالشركات وبقوا بقيتوا كمان وصلتوا لحته الطاقه الشمسيه المحطات بالطاقه الشمسيه فضل هيك أو عصرت الرحله دي اه طبعا طبعا بدايه من بدايه المواسير اللي بتتواصل من بيت لبيت من مصدر يكون المياه فيه حلوه وبعد كده الطرمبات اللي هي في المناطق النائيه بدانا نطور من شكل الطرمبات ان احنا نعمل ابار مم. وده اوسع ومواتير رفع وفلاتر ميه عشان الناس كلها تستفيد أو إن إحنا نعمل في كل منطقة بئر بحيث إن هو يغطي صيفاً أو شتاء هؤلاء الناس من م. فضل الله تبارك وتعالى. م. وجدنا إن إحنا في أماكن واسعة بعيد عنها المية الحلوة والمية بتكون غير صالحة. نعمل إيه؟ نروح المنطقة الفاضية دي خالص اللي ليس فيها زرع ولا فيها أي شيء. ونبدا نعمل محطه تحليه <applause> عشان الزرع ياخد ميه ويتزرع الزرع ده ويكون زياده او فضل زياده عن الاحساس ان انت بتزرعي ميه او <applause> عفوا بتحفري بير او بتعملي محطه تحليه عشان الناس تشرب، وتفاجئي ان الانسان ده بيشرب والحيوانات اللي اللي رايحه جايه بتشرب والارض خضرت من الميه الزايده فبدا الناس تستغل الارض في الزراعه، يبقى حضرتك لما اديت الخير لواحد بس أو لحاجة واحدة فوجئت إنها بتنتشر وبتزيد مم. وفضل الله تبارك وتعالى ليه لأنك كنت من الصادقين كنت من المخلصين فربنا لازم يديك أجر هذا الإخلاص فبدأنا ده طيب جينا المرحلة الأخيرة بقى إن إحنا نعمل في أماكن صحراوية بينقطع أو أماكن زراعية لكن تنقطع فيها الكهرباء لفترات طويلة مم. ودي اللي بدأنا إن إحنا نعمل فيها من فضل ربنا سبحانه وتعالى محطات الطاقة الشمسية الشمسية من فضل الله طيب خلينا نروح نشوف محطه من محطات التحليه في تقرير ونرجع نكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الله جل وعلا: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، فعلا الماء مصدر الحياة، فلولا الماء ما استطاع الانسان ان يعيش، وهذا الماء لابد ان يكون صالحا للشرب. النهارده احنا جينا قرية من قرى مدينة أو مركز القصاصين التابعة للإسماعيلية قرية السلام وفي إحدى العزب المجاورة لهذه القرية جئنا لنرى بأعيننا وليس من رأى كمن سمع جئنا اليوم بدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى لنرى هذا الماء الصالح للشرب لما سئل سيدنا رسول الله وقيل له يا رسول الله، سيدنا سعد بن عبادة بيسأل النبي، بيقول له إن أمي ماتت، عايز أعمل لأم صدقة بعد موتها تعود عليها بالنفع في قبرها، قال له إيه سيدنا النبي؟ قال أفضل الصدقة سقي الماء، إن يجي إنسان يشرب من هذا الماء أو طفل صغير يشرب من هذا الماء أو يستعمله أهل هذه القرية في إعداد الطعام في بيوتهم فهذه نعمة تقدمها لأجل الله جل وعلا شربة الماء النظيفة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، طيب يوم القيامة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ان في القران ايه وهي للقلوب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا يلا تعالوا اقبلوا على فعل الخير فالانسان العاقل الذكي اللبيب هو الذي يستثمر المال في الدنيا قبل ان يرحل من هذه الدار وزي ما احنا شايفين كده على محطه التحليه اللي موجوده امامنا أكثر من واحد وأكثر من واحدة تبرعوا لإنشاء هذه المحطة أسأل الله أن يجزل لهم العطاء والمثوبة وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم اللهم آمين يا رب العالمين نقرأ آيات القرآن الكريم ونجد فيها الحس الدائم على الإنفاق في السراء والضراء سراً وعلانية ونطبق هذا يعني عملي بنوري للناس أو بنذكر الناس عمليا الحاجات أو الفلوس أو الصدقات أو الزكوات بتروح فين ودي يعني صوره من الصور اللي بتطلع فيها الفلوس احنا شايفين المحطه مكتوب عليها يفط كتير اللي عامل لامه واللي عامل لنفسه واللي عامل لوالده اللي عامل لوالدته هيك شفت الحاجات دي ومعظمها الله. بتبقى صدقات جاريه لاهاليهم اللي توفوا نعم. وبالفعل من فضل ربنا سبحانه وتعالى في في ايام الاحتفال بمولد الام الناس كتير في اللي هو عيد الام ناس كتير فضلت ان هي تجيب هدايا ان كان غراس لنخل او ان هي تشترك في حفر بئر او عمل مواسير ميه عشان يفرحوا والدتهم لان ده العطاء المستمر للام بعد وفاتها او للاب بعد وفاته او هو عايش من فضل ربنا سبحانه وتعالى عايز اقول ان شهر رمضان شهر الخيرات شهر الاطعام شهر الفضائل الاعمال شهر التقرب الى الله تبارك وتعالى بكل عمل صالح اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا ابدا يا رب فعل هذه الخيرات امين يا رب العالمين عايزين برضو نفكر الناس بالكرتونه وباطعام الناس في شهر رمضان الاطعام بيكون عن طريق حاجتين يا اما عن طريق الكرتونه اللي البر والتقوى بتجمع لا. فيها مواد غذائيه يا اما عن طريق مطبخ مطبخ الخير طبعا مطبخ الخير اللي اللي او ينطبع. كمان سمعت انكم بتطلعوا على الطرق أه حاجات بالزبط. نواشف يعني بالزبط. علشان الناس والسواقين والناس اللي بتبقى مش احنا انا عايز اقول لحضرتك ان في كمان يعني مطابخ اللي هي الخاصه بالبيبي اللي بتكون قريبه من الطرقات السريعه مم. ان احنا بنعمل بجانب الوجبات الجافه دي وجبات طعام للناس وجبات دافئه برضه للناس. مم. مم. مطبخ الخير من فضل الله تبارك وتعالى يعمل طوال العام ولا ينقطع. مم. ويزداد العمل عليه من فضل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان إحنا يمكن في فترة كورونا من كام سنة اه اه كنا بنعمل المطبخ دوت ولا ينقطع أوه. ونخرج من داخل المطبخ على بيوت الناس لأن ما كانش فيه مواد الرحمن فكنا بنروح للناس تكبدنا آه كتير جدا من الجهد ولكن أولادنا أو أولاد البر والتقوى أو أهل الخير اللي كانوا بيتواصلوا معانا ويقولوا إحنا عايزين نساعد معاكم كانوا بيخرجوا وبيروحوا يوزعوا للناس في البيوت من فضل ربنا سبحانه وتعالى عمل متواصل لا ينقطع من الاطعام عايزين دايما نركز ان رمضان يا جماعه بيبقى في ناس كتير جدا محتاجه حب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربه تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا اعتقد انه الكرتونه دي فيها كل ده يعني انا وانا انا وانا هو في بيتنا عادي وحد دخل عليا بكرتونه حلوه فيها خيرات الله بالذات في الايام اللذيذه دي آه زيت وكده انا هنبسط بيها فما بالك لما تروح لحد في امثل حاجه ليها طبعا وهناك محتاجين اكتر ومحتاجينها اكتر وبتكون عندهم كنز الكرتونه دي بالنسبه لنا احنا كرتون طبعا بالنسبه لهم كنز ومنها انها بتطرد عنه جوعا وتسد عن تقضي عنه دينا لا. لانه الناس ممكن تدين تستلف مزنوقه عشان تجيبك حاجه فربنا يتقبل الله. من الجميع وربنا آمين يرزق يا الجميع الاخلاص آمين. يا رب في القول والعمل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه الله شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله